أهل الله وخاصته هم العاملون بالقرآن، حتى لو لم يحفظوا منه إلا اليسير، لكنهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويتعظون بخبره وقصصه، هؤلاء هم أهل الله وخاصته. فمن قام الليل يقرأ القرآن ويتلوه بين يدي ربه عز وجل حتى لو كانت آيات يسيرات، ثم إذا أصبح رأى أوامر القرآن فأتاها ونواهي القرآن فاجتنبها وقصص القرآن فاتعظ بها، هذا كله إن شاء الله يعد أهله من أهل القرآن.